بالنسبة للباس الغير محتشم أنا كنشوف ماشي حرية شخصية، لأننا حنا كنعيشو في بلاد إسلامية، خصنا نراعيو التعاليم الدينية ديالنا، خصنا نحترمو زعما فاش كتلبسي لباس محتشم هو في احترام حتى لذاتك، كتعطي قيمة لذاتك، كتحترمي ذاتك قبل ما كتحترمي الشخص الآخر، هكا كنشوف أنا. يعني خصنا نلبسو لباس محتشم شوية ونحترمو ذاتنا ونحترمو حتى الآخرين. هي ما كتستافدش عباد الله حيت اصلا ديك كتبقاش حريه ديالها شنو ما تلبس، هي خصها شويه عاوتاني تحترم حيت حنا في مجتمع اسلامي، خصها تعرف شنو تلبس. بحال دابا تلبس حريه الشخصيه ديالها تلبس، ولكن تعرف شنو تلبس. بحال دابا عاوتاني البنت كتمشي نصها كلشي باين المعري اكثر من المغطي، صافي هذاك ماشي لباس في نظري انا، قلت الحياه. واخا زعما ما كنلبسش شي لباس يعني هكاك، ولكن بنادم خصو شي شويه يحترم المجتمع. وبزاف كتعرض البنت لا كانت كتلبس لباس غير محتشم كتعرض لبزاف ديال المشاكل، لا من الهضره ديال الدراري، هضره الناس، ونظره المجتمع ليها اللي خايبه. واخا كتبقى حريه الشخصيه ديالها، ما عندنا ما نديرو، هادشي هو اللي كاين. لباس المحتشم الغير محتشم هو ماشي استفزاز للغير، وماشي انت خاصك كما عندك انت حريتك، راه حتى بنادم كل واحد عنده حريته، وحريتك فاش كتبدا حريه الاخر خاصك تحترمي. وانا كيجيني حريه ديال الشخصيه، يعني مايمكنلكش تدخل في الحريه ديال بنادم. اولا بالنسبه لي انا اللباس حريه شخصيه بالنسبه للمراه، تلبس اللي بغات في اطار حدود، يعني ما تتجاوزش داك الحدود، يعني هي كتوضع حدود لراسها، ما كتسناش من شي واحد اخر يعطيها شي. يعني الا كنتي غتلبسي لباس محتشم غتلبسو من اجل ذاتك، يعني ماشي من اجل الناس ولا من اجل شي واحد، يعني كتكون حريه شخصيه بالنسبه لك. واما بالنسبه الا كانت كتشكل شي ابتزاز بالنسبه يعني الاخر، هذيك كيكون داك اللباس يعني بزاف خارج على كيف كنقولوا ان احنا الديانه الاسلاميه ديالنا كتحطنا يعني على واحد اللباس معين، ولكن بالنسبه ليا ما يمكنناش نطبقوه كيف ما هو، يعني الدين التام وهذا وبزاف ديال الحوايج، وحتى المجال والمحيط ديالنا ما كيسمح لكش انك تلبس بزاف داك الشيء مع الخدمه وهذا والقرايه، كتكون شي شويه هذا. المهم كنلبسوا لباس عادي جدا، يعني انك تكون ماشي محترم به ومقبول اجتماعيا. المهم في النظر ديالي انا الشخصي كنظن بان هذا اللباس غير المحتشم كنظن باللي هو ليس حريه شخصيه يعني بالاساس، وانما هو يعني تقليد، هو تقليد بطبيعه الحال تقليد يعني للغرب وغير ذلك. ثم كنشوفوا الناس يعني هذا كيقلد هذا، وكنظن بان هذاك غير استفزاز وباش يجلبوا الاخر اللي عندهم. كتعطيك البنت الاعتراف بالملكيه، كتقول لك اخويا هاك الا خبيت عليك شي حاجه الله يسمح لي، فهمتي؟ بحال كتعرض عليك راسها، عندها هذيك عندها حريه ماشي سوقنا فيها، وشنو نقول لك؟ والله يهديهم ماشي لها نقول. اختي هذيك حريه شخصيه ديالها، ما يمكنش واحد يدخلها في اللباس ديالها، فهمتي؟ ما شنو نقول لك، الحريه ديالها هي هذه. بالنسبه للموضوع ديال اللباس الغير محتشم، انا في نظري بانه يعتبر استفزاز للغير. علاش؟ لان امر تيتم داخل الفضاء العمومي، واللي الانسان تيشوف، واللي نورمالمون خصو تكون واحد ما يسمى بان يحني عينيه ما يشوفش وكذا وكذا، ولكن عاوتاني الطرف الاخر خصو يحترم الاخر. هذا تنعتبر ان الحريه تقف عند المساس بحقوق الاخرين، وشكرا.